الندوة أشرف على افتتاحها السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بحضور كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وقادة القوات والدرك الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى ورؤساء دوائر ومديري ورؤساء مصالح مركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الوطنية ومسؤولي هيئات ومؤسسات إعلامية وطنية. في المستهل وبعد الاستماع للنشيد الوطني ألقى السيد الفريق أول السعيد شنقريحة كلمة رحب من خلالها بالمشاركين، مؤكدا على أن تنظيم هذه الندوة التاريخية تزامنا مع الاحتفالات المخلدة لستينيات استرجاع استقلالنا الوطني وكذا الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، اللتين عرفتا تنظيم استعراض عسكري مهيب واحتضان القمة 31 لقمة جامعة الدول العربية يعكس مدى ارتباط الجزائر الجديدة بتاريخها المجيد. هذه الندوة يأتي تنظيمها تزامنا مع شهر نوفمبر الأغر، شهر الثورة المجيدة التي حطمت قيود الاستعمار وكانت ميلاد فجر جديد لأمتنا. التحام فيها كل الجزائريين من أجل التحرر والانعتاق من أغلال العبودية، راسمين أروع صور البطولة والتضحية ونكران الذات. فمن وحي هذا التاريخ المجيد وفي كنف الجزائر الجديدة التي أرسى معالمها السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني إحياء بلادنا هذه السنة ستينيات الاستقلال بعرض عسكري مهيب، كما استحضرت بلادنا رمزية الزمان والمكان في إحياء الذاكرة 68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة من خلال احتضان حدث عربي كبير وهو أشغال القمة 31 لجامعة الدول العربية التي كانت قمة تاريخية بكل المقاييس، سواء من حيث مستوى التمثيل أو من حيث تاريخية القرارات التي تبنتها، وهذا كله يعكس مدى ارتباطنا بتاريخنا المجيد. السيد الفريق أول أكد أن من أبرز التحديات التي تواجهها بلادنا اليوم هي محاولات فك ارتباط شعبنا بذاكرته وفصله عن المبادئ والقيم التي حملها أجداده ودافعوا عنها بأعز ما يملكون، مؤكدا أن بلادنا تدرك جيدا خطر هذا الفكر المسموم وتعمل على إبطال مفعوله من خلال إيلاء أهمية بالغة لملف الذاكرة كركيزة من ركائز بناء الجزائر الجديدة، لا سيما عبر جملة من القرارات التي تعكس قيم من الأصيلة ومدى تمسكنا بهويتنا وتاريخنا المجيد. وهو ما تدركه بلادنا جيدا حيث تعمل على مواجهة هذا الفكر المسموم وإبطال مفعولها. وفي هذا الخصوص أولى السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أهمية بالغة لملف الذاكرة كركيزة من ركائز بناء الجزائر الجديدة، لا سيما في ظل وجود نوايا خبيثة لاستهداف الذاكرة الوطنية للأمة الجزائرية. كما يجدد السيد الرئيس في كل مرة التذكير بواجب الحفاظ عليها ومنحها ما تستحقه من رعاية واهتمام، على غرار الحرص على استرجاع رفات شهداء المقاومة الشعبية من متحف الإنسان بباريس ودفنهم في أرضهم التي استشهدوا من أجلها، وكذا اعتماد 8 مايو من كل سنة يوما وطنيا للذاكرة وترسيم الوقوف دقيقة الصمت بمناسبة
مجازر 17 أكتوبر 1961 دون أن ننسى إطلاق قناة الذاكرة وإلى أهمية خاصة للمناسبات الوطنية. هذه كلها أعمال جليلة تعكس أسمى صور الوفاء والصدق الولائي لتضحية ملايين الشهداء، وتؤكد قيمنا الأصيلة ومدى تمسكنا بهويتنا وتاريخنا المجيد. وعلى إثر ذلك أعلن السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عن الافتتاح الرسمي للندوة. تواصلت بعدها فعاليات هذا الحدث الهام بإلقاء السيد مدير الإعلام والاتصال بأركان الجيش الوطني الشعبي كلمة تمهيدية للندوة بعنوان دور الإعلام الوطني وجهود الجيش الوطني الشعبي في ترسيخ قيم الذاكرة الوطنية تعزيزا للدفاع الوطني. ليتابع بعدها الحضور فيلما وثائقيا حول مضمون الندوة، تلاه فيما بعد إلقاء ثلاث محاضرات قيمة قدمهما أساتذة جامعيون مختصون في التاريخ والإعلام، تعلقت بمواضيع هامة على غرار أهمية الذاكرة الوطنية في الحفاظ على الدولة الوطنية وكسب رهانات الحاضر وتحديات المستقبل، ومسؤولية الإعلام في ترسيخ قيم الذاكرة الوطنية تعزيزا للدفاع الوطني وإعلام الذاكرة مقاربة استشرافية في بناء الوعي الجماعي. المحاضرات لاقت اهتماماً وتفاعلاً كبيرين من طرف الحاضرين الذين ساهموا في إثراء موضوع الندوة.